مرحبا، كيفكم؟ زمان ما عملت فيديو هيك احكي معكم واشتقت لهذا الاشي. هاي الفترة كتير في تغييرات صارت في حياتي، وعن جد ما كان معي وقت كتير انه اعمل كتير فيديوز. حاولت قد ما اقدر اعملكم فلوجز وشارك معكم ايش عم بصير معي. فللي مش حاط الاشياء اللي قبل، روحوا احضروا، اعملوا لي سبسكرايب، اشتركوا في قناتي، اعملوا لايك للفيديوز. وهذا الفيديو وقفوا هلا، اعملوا اشتراك، اعملوا له لايك، اعملوا له شير. هلا خلينا نبدا بالفيديو والشيء المهم. للي ما بيعرف انه انا هلا عايشه في نيويورك، استنوا افرجيكم المنظر وراي. شايفين البنايه؟ اوكي، غيرت الباك جراوند اذا ما انتبهتوا، ما عجبني الوضع، سو هيك الطف. سو في هذا الفيديو رح اشرح لكم شو الوضع اللي انا فيه، ايش بعمل في امريكا، كيف وصلت لنيويورك. وهذا سؤال كتير سألوني اياه على الانستغرام بالذات، انه كيف انا عايشة في نيويورك وشو بعمل هون. اول اشي تفهموا انه انا لساتني طالبة في الجامعة. انا اجيت قبل 5 سنين تقريبا على امريكا عشان اتعلم لقب اول، وعملته في علم الحاسوب كمبيوتر ساينس في بوسطن. هلا انا كل حياتي او على قليلي مما يعني بتذكر، انه انا اشي كتير حابة اعمله واحققه بحياتي هو انه اعيش في نيويورك سيتي، في بناية طويلة جنب سنترال بارك مع منظر كتير حلو للمدينة. وهذا الاشي اللي حققته، وكتير انا مبسوطة انه وصلت لهون هذا الصيف وعم بحقق واحد من الجولز تعوني اللي حابة احققهم في حياتي. هلا انا خلصت لقب الاول في كمبيوتر ساينس في 2020، تخرجت بشهر 5 اللي مرق، وبديت لقب تاني في الـ MBA يعني في البزنس. وهلأ أنا عم بتعلم هذا الموضوع، وحالياً في عطلة صيف. عطلة الصيف في جامعة أمريكا كتير طويلة، هي 3 أشهر تقريباً، وعادةً خلال فرصة الصيف الطلاب بيشتغلوا، بسموه internship. فهذا شغل هو بس للطلاب، وهو شغل اللي هو بيكون تعليمي أكتر من إنه فول تايم، او كأنت مش موظف بس انت كطالب عم تشتغل في شركة. وهذا اللي انا عم بعمله، وهلا بشرح لكم بالضبط كيف وصلت لهون، اي شركة عم بشتغل وشو عم بشتغل. في شهر 10 2020 كان في مؤتمر كبير اسمه The Grace Hoppers Conference، وهذا المؤتمر هو اكبر مؤتمر للنساء حول العالم في مجال التكنولوجي والعلوم. فطبعا انا في كمبيوتر ساينس، وكل سنه بروح حتى على هذا المؤتمر، وكل سنه حتى بحصل على انترنشيب خلال هذا المؤتمر، لانه فيه بتعرف على كتير ناس، على كتير شركات اللي بتيجي توظف طلاب تعمل انترنشيبس او توظفهم لانه يشتغلوا. فخلال هذا الكونفرنس اللي هو كان تقريبا اسبوع، وصلني ايميل بليله معينه انه لينا تعي اعملي معنا انترفيو. شافوا الريزومي تبعتي اللي انا قدمتها للمؤتمر، وعجبهم الباك جراوند تبعي وشو انا عملت في حياتي، فبعتوا لي ايميل قالوا لي رح نعمل معك مقابله بكره الصبح. طبعا اي فريكت اوت انه انا مش جاهزه، مش محضره شيء لهذا الانترفيو. ف نمت وفقت صبح ثاني يوم كثير بكير اللي اتجهز للانترفيو عشان اعمله. فالمقابله كانت ل application developer، يعني شغل كمبرمجة في شركة ADP. إذا حابين تعرفوا أكثر عن شو شركة ADP وشو بتعمل، فبحط لكم لينك تحت اللي تروحوا تقرأوا وتشوفوا بالضبط إذا حابين تعرفوا أكثر. إجا وقت المقابلة، الناس كانوا بجننوا، كتير حبيت المقابلة، مشيت منيح. وبعدين بعد أسبوع وصلني offer letter، يعني رسالة اللي بتقول لينا إحنا قابلينك، وإذا أنت بتحبي تشتغلي معنا ف قبلينا وابدي معنا. هلا بالاول قبلوني للرول اللي انا بشتغل فيه في محل تاني في امريكا، في ولاية تانية اللي انا مش كتير حابة اكون فيها، عشان هيك طلبت انه يغيروا لي موقعي للأوفيس جنب نيويورك سيتي عشان اعيش في نيويورك. الشغل اللي انا عم بعمله هلا هو كله عن طريق الانترنت، it's all virtual، يعني ما بروح على الشركة بسبب كورونا يعني وبسبب الأوضاع. فكل الشغل تبع الانترنز هو من البيت على اللابتوب، ومع إني عم بشتغل عن طريق الانترنت، بس أنا قررت إنه أنقل لنيويورك وعيش في نيويورك وأنا عم بشتغل. هلأ الشغل اللي أنا عم بعمله هو بس لفرصة الصيف، يعني من شهر 6 لشهر 8.
وهلا انا في تاني اسبوع من الشغل، والبروجكت اللي انا اعطوني اعملها كتير حبيبتها لانه هي مش كتير سبيسيفيك، يعني ما حطولي بالضبط ايش لازم اعمل، ما قالوا لي لينا اعملي 1 2 3 وبرمجي، والاشي مش بس برمجي، اعطوني بروجكت اللي هي انا افكر بافكار اللي ممكن يتحسن هاد السوفتوير او الموقع اللي هم عندهم اياه، كيف اقدر انه افوت ماشين ليرنينج للسوفتوير ونحسنه في هاي الطريقة. هلا انا اشتغلت قبل مع شركات تانية في موضوع الماشين ليرنينج، فعندي خبرة في الماشين ليرنينج، وعشان هيك في هاي الشركة كمان عم بعمل بروجكت في هذا الموضوع، فكتير كتير الاشي اكسايتينج وكتير حبيبته لانه بقدر اكون كرياتيف وافكر بافكار، وانا عن جد اعطي زي تأثير على الشركة. فسو فار أنا كتير مبسوطة من التيم، من الشغل، من المحل اللي أنا عايشة فيه. عادة بقضي نهاري هنا في الغرفة لأنه عندي فيو بجنن، أو إنه بنزل على الشارع وبلاقي كافي شوب وبشتغل منها، ولما الطقس بجنن بقعد بالبارك. فإنه الشغل عن طريق الأونلاين صح مش عم باخد الفول إكسبيرينس إنه أشوف ناس وأكون في الشركة، بس بنفس الوقت في كتير إيجابيات إنه أنا بحصل على وقت فراغ أكتر، عم بكون بمحل اللي أنا كتير حابة أكون فيه. فينو في إيجابيات سلبيات. فإذا حابين تشوفوا أكتر تابعوني على الإنستغرام lina.gh13، وأكيد رح أعمل أكتر فيديوز عن تجربتي في الشركة، بس يمرق وقت أكتر ويكون عندي فكرة أوسع عن شو بالضبط بعمل وعن الشركة. ما تنسوا إذا حبيت الفيديو اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب. I love you guys and see you next time.